ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم مجلسا حكوميا خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا. ونوه رئيس الحكومة بالعمل الكبير الذي قام به جميع المتدخلين من أجل إنجاح تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية وفق الأجندة الزمنية التي حددها الملك محمد السادس. كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمه فوزي القجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية نيابة عن نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهر الشريف بمثابة قانون رقم 172184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة واقتراح زيادة 5% في هذه المعاشات على أن لا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى، وأخذا بعين الاعتبار هذا الاقتراح وفي إطار سعي الحكومة المتواصل لتحسين وضعية متقاعدي القطاع الخاص. يأتي هذا المشروع ليقر زيادة ابتداء من فاتح يناير 2020 في قيمة معاشات الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم التي تم تصفيتها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل هذا التاريخ.